بسم الله الرحمن الرحيم، معكم شركة أم أوريجينال ميديكال للتجهيزات الطبية، تقدم لكم محاضرة عن وحدة الجراحة الكهربائية أو ما تسمى إلكترو سيرجيكال يونيت. إعداد المهندس محمد بشير متولي، حاصل على شهادة من MHRA في الإلكترو سيرجيكال. العناوين التي سنتطرق لها بهذه المحاضرة: بداية سنتحدث عن لمحة تاريخية عن الجراحة والجراحة الكهربائية وبعض المصطلحات والمسميات، ثم سننتقل إلى المبادئ الفيزيائية، ثم سنتحدث عن أنماط أجهزة الجراحة الكهربائية، سنتحدث عن دائرة لحاد القطب وثنائي القطب وعن القطع والتخثير والمزج بينهما وتقنيات التجفيف والصعق وسبراي. كل هذه التقنيات سنتطرق لها، ثم سنتحدث عن المخاطر التي نتعرض لها من خلال هذا الجهاز والإنذارات التي تكون موجودة بهذا الجهاز، ثم سنتحدث عن العمل الجراحي أو فريق العمل الجراحي ومسؤوليات كل فرد من هذا الفريق. أسئلة عامة: لماذا الجراحة؟ لماذا يتطلب الطبيب الجراحة أن يقوم بعمل جراحي؟ ولماذا الجراحة الكهربائية؟ نعلم أن أثر الكهرباء مميت، كيف لا تؤثر الجراحة الكهربائية على المريض؟ ما أنواع الجراحة الكهربائية وما أدواتها؟ ما هي الجهود المطبقة أو الواط أو الفولت المطبق على المريض؟ ما هي أهم التطبيقات؟ من خلال هذه المحاضرة أو المحاضرة القادمة إن شاء الله سنعطي مثال عملي عن الجهود وعن استخداماتها وتطبيقاتها. هل تعلم أن حجم الضرر الذي يلحق بالإنسان المتعرض للصدمة الكهربائية يتحدد من خلال ثلاث عناصر هي: مسار التيار في جسم الإنسان، ونركز على كلمة مسار التيار، المدة الزمنية التي يمر بها التيار في جسم الإنسان، شدة التيار المار في جسم الإنسان. إن أسباب الإصابة التي تلحق بالإنسان المتعرض للصدمة تحدد من خلال أربع أسباب، وهي التلامس المباشر أو الغير مباشر، القوس الكهربائي، تعرض توصيلات الجهد المنخفض لجهد عالي. هل تعلم أن شدة التيار المتناوب بتردد 50 هرتز التي تطبق على الإنسان المتعرض للصدمة الكهربائية تحدد من خلال سبعة قيم، وهي: إذا كانت 1 ملي أمبير فلا يشعر بها الإنسان المستخدم لها، إذا كانت ما بين 1 و8 ملي أمبير فتؤدي إلى تقلص عضلي غير مؤلم وخاصة من وتخلص من المصدر، إذا كانت يعني أي مصدر التيار الكهربائي، إذا كانت التيار ما بين 15 ل 30 فيؤدي إلى تقلص أكثر إيلاما، وهناك صعب وصعوبة من التخلص من التيار الكهربائي أو من مكان التلامس مع التيار الكهربائي أو المصدر. إذا كان هناك التيار الملي أمبير ما بين 30 إلى 50 فيصبح التنفس صعب، إذا كان ما بين 50 إلى 100 سيؤدي خلل بوظيفة عضلة القلب واحتمال الوفاة، من 100 إلى 200 يؤدي توقف عضلة القلب، من أكبر من 200 يؤدي إلى إصابة بالحروق. سنتحدث كلمحة تاريخية عن الجراحة. لقد عرفت الجراحة منذ قديم الزمان، منذ عهد المصريين القدماء وعهد الأغريق، الذين تميزوا بتقدم كبير لعلم الطب. استخدمت في الجراحة الأدوات الكلاسيكية المعروفة كالمشرط، المقص، المنقط. ومن أشهر من استخدم الأدوات الجراحية الزهراوي، وهو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي، عالم طبيب أندلسي مسلم، ولد في الزهراء بالأندلس عام 936. حرف لقبه الزهراوي بعض الكتب وبعض اللغات اللاتينية والأوروبية عموما إلى الزهرافيس، أو حرفت كنيته إلى أبو كاسس. هذه بعض، إذا عدنا بعض المراجع إذا وجدنا هذه الأسماء فهي تنوه إلى تشير إلى العالم أو الطبيب الزهراوي. هذه صفحة من كتابه الذي شرح فيها الأدوات الجراحية التي اخترعها. تاريخيا في عام 1875 تمت أول تجربة لتمرير التيار الكهربائي من خلال حلقة أسلاك، وير عبارة عن كابل سلك
عبارة عن بشكل حلقة سايكل، والتي جعله يصبح أحمر اللون. إذا عندما تبرير تيار كهربائي خلال هذا السلك فإن نهايته تصبح أحمر اللون، ومن ثم تنقل الحرارة إلى الأنسجة. أيضا في عام 1883 لاحظ توماس أديسون في أنبوب مفرغ فيكيوم تيوب أن التيار يمكن أن يمر عبره، ويمكن أي الحصول على تيار قادر على القفز من فتيل الساخن إلى صفيحة معدنية في الأسفل. في عام 1904 هناك عالم بريطاني يدعى جون قام بتصنيع أنبوب مفرغ فاكيوم يدعى الديود. إن الديود كان يصمم صمام فالف لأنه يجبر التيار الكهربائي التيار في أنبوب على انتقال باتجاه واحد حصرا. 1924 تم تصنيع أول مولد يمتلك أرضي جراوند، مولد تيار كهربائي يمتلك جراوند، وهذا ما سنتحدث عنه في جهازنا. في عام 1970 تم تصنيع مولد سوليد ستيت جنريتور. في عام 1980 تم تصنيع أرجون إلكتروسولجر. هذه كلمحة تاريخية. أول جهاز شاحنة كهربائية يمكن أن نقول أن الفاوندر لها هو هارفي وويليام، هما هذان العالمان. وكتصنيف أسهل للتاريخ الذي مر به المشروع الكهربائي، كان الكي يستخدم كجراحة كهربائية من عهد أبقراط أي 400 قبل الميلاد. ثم الأطباء البحريون بدأوا يستخدموا القطيران في عملية البتر لإيقاف عملية النزيف. أول جهاز جراحة كهربائية ظهر في عام 1800 مع بيركل اللي نرى صورته في هذه السلايد، وهو أول من أهم من عمل في نشاط إشعاعي، وهو أول من أوجد جهاز الجراحة الكهربائية. ثم انتقل إلى العالم الفرنسي أرسون فال، وهو أول من قال أن التردد العالي والذي هو أكبر من 20 كيلو هرتز يمكن أن يمر بأمان أو يمكن بأمان العبور عبر الجسم دون يسبب أي أضرار. ثم انتقل إلى عالم آخر نيجل شميت، هو من أوجد مصطلح ديمثري العلاج بالإنقاذ الحراري، يعبر عن مرور الحرارة، يشرح فكرة عبور التردد العالي داخل الجسم. ثم كريني وهو يتحدث عن الكاتينج ديمثري، هو أول من أجرى عملية قطع باستخدام جهاز إنقاذ حراري لعلاج إنقاذ حراري. تاريخيا بداية القرن العشرين نلاحظ هذه أول جهاز جراحة كهربائية تم استخدامه. في 1920 كان كما تحدثنا أن ويليام هارفي من قام بتطوير الجهاز الذي نعرفه الآن. فكرة عمل الجهاز في أي عملية جراحية بل حتى عند أصغر جرح يحدث لنا، فإننا نستخدم الحرارة لإغلاق الوعاء الدموي النازف وإيقاف النزف، وهذا ما كان معروف قديما بالكي، العلاج بالكي. ومن هنا ننطلق إلى عالم الجراحة الكهربائية، حيث أن بعد اكتشاف الكهربائي وتحدثنا عنه تاريخيا والتوصل إلى مفهوم أفضل عن التيار الكرنت والفولتاج وعن الأثر الحراري التيار الكهربائي، وبعد أن ابتدأ تطبيق هذه العلوم والتكنولوجيا لصالح الإنسان واستخدامها في الطب وتحديدا في عام 1920، عمل أحد الجراحين إلى استخدام الفعلي الكهرباء على أحد المرضى لوقف النزيف أثناء عمل جراحي أجرى. من المعلوم أن أي تيار لن يمر في دارة إلا إذا كانت مغلقة، لذلك عملوا على أغلاق الدارة. وفي المشروع الكهربائي هناك منبع للتيار وهو ما يسمى الجنريتر، سنتحدث عن مواصفاته وعن الجهود التي سيولدها هذا الجنريتر، وكيف أن هذا الجنريتر كل موجة باختلاف شكلها وشدتها تكون في لها تطبيق معين، فينتقل التيار إلى المريض. التيار يعتبر أن المريض هو عبارة عن مقاومة ثم ينتقل إلى الصفيحة. إذن هناك التيار ينتقل من الجهاز إلى الصفيحة ويكون خلالهما المريض. هذه الصفيحة ما تكون معدنية ناقلة توصل إلى المريض، توضع في الأغلب على رجله ويتحوي على جل لاصق موصول وعازل نفس الوقت، موصول للتيار وعازل عن موصل للتيار وعازل عن الجسم حتى لا تحترق القدم، ثم من الصفيحة إلى الجهاز مرة أخرى حتى يتم إغلاق الدارة.
ما هو المشرط الكهربائي وما الحاجة لاستخدامه والمشرط التقليدي استخدامه في حين وجود كان المشرط التقليدي موجودا. المهم في جهاز المشرط الكهربائي الكتروسيرجري يونت هو جهاز يستخدم بالعمليات الجراحية من أجل القطع، من أجل القطع النسج والأوعية التي نريد اختراقها للوصول إلى منطقة الإصابة ومن أجل التخثير. إذا لدينا هدفين، أول شيء القطع من أجل الوصول إلى الأوعية التي نريد اختراقها، ومن ثم التخثير الأوعية النازفة نتيجة القطع. ما هي أهم المسميات التي تطلق على هذا الجهاز؟ يطلق على الجهاز مسميين، هو الكوتري والسيرجيكال يونيت. طبعا هناك او الكتروسيرجيكال يونيت، هذا المسمى يختلف. اذا لكن الكتري تختلف عن الالكتروسيرجيكال، ساحدث عن الفرق بينهما. ولكن يجب الانتباه ان جميع الناس، او خلينا نقول في اللغه العاميه بين الناس، قد يسموا جهاز المشرط الكهربائي كتري، ولكن هناك مفهوم علمي سنتحدث عنه بالتفصيل، بحيث انه باللغه العربيه يسمى كتري مشرط كهربائي او جهاز جراحه كهربائيه. أهم المصطلحات التي سنتعرض عليها في خلال محاضرتنا: الكهرباء، وهي ظاهرة ناشئة عن وجود جسيمات ذات شحن موجبة وأخرى ذات شحن سلبي والتي تشكل الكهرباء. خصائص الكهرباء: تتحرك الكهرباء بسرعة تقارب سرعة الضوء، وتتميز دائما بأنها تتبع الطريق الأقل مقاومة، تتبع طريق الأقل مقاومة، سنركز على هذه الفكرة وأثرها في الجهاز، وتسعى دائما للعودة إلى الأرض أو الأرضي. التيار الكهرباء: التيار هو تدفق الإلكترونات خلال فترة من الزمن، يقاس بوحدة الأمبير. هناك نوعين من التيار، متناوب ومستمر. سنلاحظ فرق التيار المتناوب والمستمر في هذا الجهاز الذي لدينا. المقاومة الممانعة، وهي التي تمانع أو تعارض مرور التيار، تقاس بالأوم خلال العملية الجراحية. المريض هو يعتبر مقاومة. الجهد، الجهد هو الفولتاج، وهو هي القوة التي من شأنها أن تسبب تدفق الأمبير واحد خلال مقاومة مقدارها 1 أوم، يقاس بالفولت. الطاقة، الطاقة هي القدرة أو الإنرجي الناتجة، تقاس الطاقة بالواط. المعادلة التي تصف الطاقة هي فولت ضرب أو تايمز كارنت، هي الفولت مضروب الجهد مضروب بالتيار، ووحدتها الواط. كثير من الأجهزة قد تعطيك آلية التحكم بالأزرار الخاصة بها من خلال الواط أو الفولت، سنتحدث عنه بالتفصيل خلال المحاضرة. عملية التخثير co-acculation، هذه العملية إذا لاحظنا كما تحدثنا أنه الجهاز المشرط الكهربائي نستخدمه للقطع، لقطع الأنسجة للوصول إلى الإصابة، ومن ثم تخثير الأوعية الدموية التي تم قطعها لعدم إيقاف النزيف. هذه العملية التخثير سنشاهد عنها فيلم كرتوني بسيط يتحدث عن هذه العملية. هنا نلاحظ تدفق للدم بشكل عادي، هناك خلايا دم حمراء وبيضاء وصفائح دموية، وهناك بلازما، هناك بروتين وأملاح وحديد وفات إلى آخره، هناك عوامل يسموها التثبيط أو التخثير. هناك عوامل داخلية وعوامل أخرى خارجية، كلها تكون موجودة ضمن الوعاء الدموي. أيضا هناك عوامل مسار مشترك Common Pathway Factors، كل هذه العوامل تؤثر على التخثير. لازم عند حدوث أي جرح للإنسان فإن هذا الجرح يؤدي إلى قطع في النسيج كما نلاحظ بهالشكل، أو إصابة في الأوعية. هذه الإصابة في الأوعية تؤدي إلى نزيف وخروج الدم، خروج خلايا الدم الحمراء.
سيكون يتم التصاق الصفائح الدموية التي تحدثنا عنها قبل قليل عند الكولاجين، وتتجمع هذه الصفائح الدموية لتغلق هذه الفتحة، ثم تأتي فيبروجين لإغلاق هذه الفتحة بشكل كامل. كما نلاحظ الشكل، ثم تتجمع مع العوامل بالشكل التالي، وبعد مضي 24 ساعة إلى 48 ساعة على الجرح تم عملية الشفاء، عملية التخفيف، بعض المولات من البلازمين تجمع وتطهر الجرح كما رأينا في الشكل المجرد. ثم يتم تنظيف الدم من هذه من بقايا العملية. إذا ما يهمنا من هذا الفيلم فهم مصطلحين، هو coagulation و hemostasis. hemostasis هي هذه العملية بشكل كامل، وعملية التخثير تسمى coagulation. الأضرار من استخدام هذا الجهاز قد تسبب وحدة الجراحة الكهربائية حروق حادثة على مريض أو على أحد الكوادر الطبي الستاف. قد يسبب ضرر في الأنسجة القريبة damage في adjusting structure، وأحيانا ثقوب، أو بعض الحالات تؤدي إلى plate burns. بالتالي هل تعتبر وحدة الجراحة الكهربائية مشكلة حقيقية؟ في عام 2002 فإن وكالة الأجهزة الطبية Medical Device Agency قد نشرت بوستر فيه العبارات التالية: Every year many patients and staff are injured needlessly by electrosurgical equipment. بعض الأحيان يشار إليها بالعلاج والإنقاذ الحراري. هذه مشاكل تحدث عادة بسبب خطأ المستخدم وضعف في الجهاز، ولكن ليس في تصميم الجهاز بحد ذاته. في 2002 صنفت الـ MDA، بنوفمبر 2002 صنف جهاز الإلكتروسيجيكال كسبب رئيسي رفع دعاوي على منظمة الدفاع الطبية. في 2002 نلاحظ أن وصل عدد تقارير عن مشاكل الجهاز الإلكتروسيجيكال إلى تقريبا ما يقارب 200 تقرير في السنة، ثم انخفض هذا التقرير بسبب استخدامه الجيد والاستثمار الأفضل للجهاز، لأن معظم الحالات كما تحدثنا تكون المشاكل ليس بالجهاز بحد ذاته، وإنما المشكلة في آلية استخدام الجهاز. وحدة الجراحة الكهربائية تستخدم بنسبة نحو حوالي 80% من جميع العمليات الجراحية، تعتبر أداة جراحية فعالة جدا، يمكن أن تؤدي إلى إصابة خطيرة جدا تبدأ بحروق من الدرجة الثالثة وتصل إلى حروق مميتة في القصبة الهوائية. التقنيات المعقدة غير مفهومة جدا أو غير مستوعبة من قبل الأطباء أو المستثمرين الجهاز. أحد أكثر التقنيات شيوعا تظهر في قواعد تظهر دائما في قواعد في قواعد بيانات تبع المشاكل ريبورتس فور اف دي اي اند اكري. كخلاصة،